أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما تخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فرض الله لك. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي وملائكته ليخرجكم